صاحب الدفاع ديال المتهم بواحد الطريقه غير قانونيه، ما سجلش الانسحاب ديالو، خرجوا ماشي غادروا المحكمه، بقاو في المحكمه، كيبان بان هي محاوله للتاثير على السير العادي ديال هذه المحاكمه. للاسف الشديد ما بغاوش يساعدوا القضاء على ان المصادر وان المحاكمه تمشي وفق القانون. بقى فقط واحد من الدفاع واستمرت المحاكمه والتعقيب ديال الاستاذ كروت اللي كاين. واليوم غادي نقولوا شحال هذيك كتبه غنقولوا، اليوم غنقولوا السي توفيق بو عشرين هو اللي تيبان في الفيديوهات، وحنا حضرنا 9 أشهر لهذه المحاكمه لقناعتنا بان الملف فيه بالفعل ضحايا. وهذا السيد هذا ما كانش كيعاشر مراه وحده، كان كيعاشر مجموعه من النساء، وكيعاشر مجموعه من النساء اللي كيتواجدوا عنده في العمل. السياسه ديال انكار الفيديوهات هي سياسه مضبوطه، لانه ما بغاش يفقد العلاقه ديال الثقه اللي كتربطو مجموعه من محبين ديال المقالات ديالو. بغى الشعب يبقى غالط وتجند هو وبعض من الدفاع ديالو باش يكذبوا على الراي العام، وباش يكذبوا على الزوجه ديالو اللي ما بغاوهاش تعرف الحقيقه، ويخليوا المحاكمه كتمشي بواحد الاطار من التمويه ومن الكذب ومن البهتان. الحقيقه شهدتها القاعه 8 في محكمه الاستئناف، الحقيقه شهدها القضاء ودفاع الطرفين، والحقيقه رواوها الضحايا والشهود في الملف. الحقيقه واضحه، ولكن باش هاد السيد ما يخليش البقع ديال او البقع اللي لوتات له المسار الصحفي ديالو للاسف اللي ما عرفش يحميه وطاح في قضيه اخلاقيه ما نتمناو حتى شي واحد يطيح فيها، اليوم طاح فيها وبغى يدافع على نفسه. وبان له احسن وسيله للدفاع انه ما يناقش الرضائيه، ما جاتش عليه يناقش الرضائيه، حيت الا ناقشتي الرضائيه راه ماشي وحده ولا زوج، عباد الله راه ماشي وحده ولا زوج، راه ماشي عشيقه ولا خليله، هادو راه مجموعه من الاجيرات كيخدموا عندك، كتهبطهم كتوطيهم في الارض وكتحط لهم من الكرامه ديالهم، كيفاش غدافع وتقول رضائيه؟ انت لا قلتي الرضائيه ما جاتش عليك، ماشي هذه الرضائيه اللي كنعرفوا. اذا هو باش يحمي نفسه لانه ما عندوش الوجه باش يهضر على الرضائيه، داروا سياسه الهروب ومحاوله تسميع الملف وتشويه الحقائق. وانا كنقولها هذا الملف تشوهات فيه الحقائق، ولكن الحق يعلى ولا يعلى، يعلو ولا يعلى عليه.